عودة جيت مع الانتصار اليوم. رينا لا باتاي دو ميليو ربحت ليسبيرونس دونك ربحت الطرح. وي بيان سور هو ستاتيستيكمون اللي يربح اللي يعرف يسيطر على الميليو تيران نسبة كبيرة باش يربح الماتش سورتو كونتر اون ايكيب اللي تعرفوا الناس كل القيمة الفنية نتاع الميليو تيران نتاعها الناس كل تعرف ندونغ وفرجاني ساسي ومحناشي فريمون دي جوار اللي عندهم مدة راهم بعضهم وفما يعني اكتسبوا برشا اكتسبوا برشا اوتوماتيزم ما بيناتهم سيتي با فاسيل مي الحمد لله الاولاد الكل يوم مش كان انا ولا الاولاد اللي في الميليو تيران الاولاد الكل تحس لي فما اونفي كبيره باش نخلعوا الماتش وناخذوا 3 بوان اللي اهم حاجه سورتو من بعد الديفيت نتاع الدربي تعرف فما كمام بريسيون على الجروب الكل اليوم باش نربحوا الحمد لله كل شيء كان حاضر اهم حاجه البتيتر كيما قلت لك لونفي اللي كانت خايبه اللي كانت مش حاضره في بعض الاوقات اليوم كانت موجوده وهذه من لو بوان فور نتاع الاسبيرانس بصراحه اللي فريق كبير وما يعملش دو فو باور بعضه. قول لي خالد نحن او موا دو كوتي من التريبين دو بريس رينا برشا تجنج في اليوم في الطرح هذايا شفنا حتى حوايج خالد رينيك في الاخر فما دي بتيكو منا حوايج مش مسنسين بهم. بون جا نقول لك ساري في الماتش كيما قلت لك راهو لا والله ما مو في خير طرحك اللي تشنجت برشا الاعصاب خرج لي بي وي بوتيتر تعرف في ماتش ساعات تبدا سو بريسيون ولا سور لي نير وتستعمل حاجات اللي من بعد بوتيتر تتراجع تندم عليهم وترجع فيهم في خلال ماتش تسلمت عليهم فوالا كانت شوية العصام تشانجو سي نرمال في ماتش اللي احنا سو بريسيون نحبو بتاتر السيتواسيون ماهيش بيدا سي اس اس كيما ريتو يعني فريق تو عنده مدة يعني في انكور اسوندون تهزين تي تربحين دو ماتش ورا بعضنا ما احنا العكس نتي اوبليجي اليوم باش نربحو بون ما نهش خمو افيك موفيس فوا مي البريسيون ساعات تخليك تعمل حاجات اللي انا واحد شخصيا ندمت عليهم وكي مريت من بعد مشيت طلبت سماح ومام الجوار اللي صار ما بيناتنا التشنج عاشك يا خالد.